الحباب السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه. غنتلاقاو في فيديو في السبيطار، مشيت للسبيطار دابا. المهم ما خلاونيش ندخل على قبل هادشي تاع الكري سانيتير وهادشي، ما خلاونيش ندخل. جارتي القاوريه طاح عليها الشرجم، مشيت نشوفها، جات لومبيلونس هزتها، جاوا بامبيه هزوها الشرجم، هذوك الشراجم تاع العود تاع العماره ما مراكبينش مزيان. عندنا مشكل تاع مال فاسون، عندنا مشكل تاع في العماره، عندنا مشكل تاع لوميديتي تاع الرطوبه، عندنا بزاف المشاكل في العماره. المهم جاو هزوها الصباح من سميتو من بعد ما طاحت وداك الشيء، واحد الشركه جات هزت الشراجم، قلعت الشراجم كلهم، تاع الشراجم تاعي هزوهم. المهم ما نعاودش لكم سميتو، دابا منها طلع الشمس والصالون عندي هاي ولي فران، هاي ولي حمام، لان انا الصالون عندي اون بلان سود. هذاك الشرجم، الشراجم هزوهم قلعوهم، اللي قال لك كاينه ما فيهمش لا سيكوريتي. سي فري ما فيهمش لا سيكوريتي، وما تيكون البرد تيبداو يطردخو، تيبداو يطردخو. ما نعاودش لكم، ما نعاودش لكم. وجينا في واحد الجهه، جينا في الشانطي. المهم كاين، المهم هضره كثيره في هذه العماره، عرفت فيها مشاكل بزاف، ما عليناش. المهم دابا ما خلاونيش ندخل للسبيطار، قالوا لي تيديروا لها لي سوان وداك الشيء، بوتيتر في الاخر تاع العشيه يخلوني ندخل نطل عليها. المهم ما، المهم ما غيبتش تغيبه، ولكن تقصحت مسكينه الزغبيه، طاح عليها الشرجم تاع العود، تقصحت مزيان ويا ضعيفه، عرفتي زعما كن كلات الضاق. الله يشافيها والله يعافيها ويشافي الجميع. همشي لغوا ميغلان، همشي نجيب شي واحد الريدوات، ريدوات سبيسيفيك، ردوات على قبليه الشمس، تحبسوا الشمس، تحبسوا الصداع، تحبسوا شحال من حاجه. غاليين شي شويه، ما بين 80 حتى 100 اورو. وهنشري لي ترينغ، لي ترينغ لي هاي تخشاو فيهم الريدوات، هي هذيك على قبليه. دابا الشراجم تقلعوا، خاص ضروري دوات يكونوا زينين، خاص واحد النوع تاع الريدوات. نمشي نوريهم لكم، نمشي لغوا ميغلان نشريهم وهنركبوهم، وفي الاخر ان شاء الله حتى العشيه هنمشي نرجع للسبيطار باش نشوفها كي بقات، ونطمئن عليها ونشوفها كي ولات. ايوا رجع في الله وصافي. واحد القضيه، راه حتى فرنسا فيه الغش، حتى فرنسا فيه لي مال فاسون. العماره ولات تطلع في عام، هاد البلاصه ساكنه فيها والله العلي العظيم فيها غير مشاكل، واصلا مداعيين مع لو بروموتور ومداعيين مع السينديك. المهم كاينين غير المشاكل والصداع، ودابا سيغتو عرفتي من تسخن الدنيا، عرفتي راه الصالون تولي فران. المهم قلعوا الشراجم كلهم، وقال ليكي ما هيردوش الشراجم، دابا راه هيبداو مداعيين مع سميتو، مداعيين وشيتي راه حل شي وسميتو. همشي لاسيغونس على قباله، على قباله الشرجم هي هذيك. المهم هانتوما معايا وتشوفوا النهار كي يدوز. الله يحفظنا والله يحفظكم والله واش نقول لكم، فيما مشيتي كان المشاكل، كان المشاكل في اي بلاصه. الحباب، اول حاجه باش ما ننساش، انا ما ساكناش في الدور تاع اشيليم، انا ساكنه في البريفي، يعني ما محسوباش هاد الشيء على الدوله. ها هما الشراجم جاوا قلعوهم، شتو تحت راه كاينين هادوك البيبان تحت، هادوك صحاب البيبان تحت ما كانوش، ما قدوش يهزوا ليهم، خاص يكون الشرجم محلول باش يقدوا يقلعوا. المهم هادوك التحتانيين ما حيدوش ليهم، الفوقانيين كلهم حيدوهم وسميتو قلعوا لهم شراجم على قبليه سميتو السلامه. المهم شراجم كلهم حيدو، والشراجم راكم عارفين اللي ما كانوش شراجم راه سميتو السخونيه تدخل، البرد تيدخل. المهم شراجم مهم. هنايا الحباب شوفوا الشرجم عدي تهرس من سميتو، من سخونيه تهرس، ومن صداع حدانا واحد العماره صارت تبنى راهيه، من صداع طردق ولا معطى الجرالي. المهم الشرجم ها هو تهرس، خاصني نمشي لاسيرونس باش نهضر معاهم يجو باش نشوف
كيفاش نبدله. المهم خاصنا نعيط على اون سوسيتي اللي تتبدل هاد الشراء الدجاج، خاصو هاد الدجاج اللي يتبدل. المهم خديت تصويره سميتو هذاك الشرجم راه هيتغير، هاي الدجاج اللي هيتغير، وفي الاخر هن لو دوفي هنديه لاسورونس ومع التصويره وداك الشيء هن جو في اتر رومبورسي. المهم هيردوا لي الفلوس، سحب تأمينات. المهم تأمينات اش تيبغوا من تجرى شي حاجه بحال هكذا، تيطلبوا منك تصويره، تيطلبوا منك لو دوفي ولا فاكتور تاع سميتو تاع السيد ولا الشركه اللي هتصايب ليك الحاجه اللي خاسره، وفي الاخر راه تيردوا لك الفليسات 100%. المهم كما تتشوفوا ها هو هذا هاد الحيط اللي عندي في الصالون اون بلان سود، مقابل مع سميتو مع الشمس، يعني الشمس تدقدق النهار كله من تطلع الشمس، وراكم عارفين في الصيف عرفتي راه تتوصل عندي لدرجه الحراره تل 40 درجه في الصالون. كما قلت لكم مشيت لوغوا ميغلان شريت هاد لي غيدو لقيتهم ب90 اورو، خديت جوج وخديت دو ترانجل تاع سميتو تاع الشراجم لهادوك اللي في الصالون، باقي ليا بيت تاع النعاس باقي ما خديتش ليه. المهم خديت غير هاد الجوج 90 اورو على 90 اورو، ولي ترانجل دايرين 50 اورو على 50 اورو، هادو هاد العصية تاع الحديد دايرين 50 اورو. المهم هنركبوهم في هاوما، شديت لكم عليهم مزيان. المهم هاد الريدوات اللي شريتهم راه بالنسبه للحراره، وتيحبسوا الصداع وتيحبسوا البرد وتيحبسوا شحال من حاجه، فيهم 3 يعني واحد 3 لي دوبل، يعني فيهم تقال اصلا، هما تقال مديورين باش يحبسوا الصداع باش يحبسوا شحال من حاجه. تيتصبنوا غير في البريسيم في المصبانه، ما تيتصبنوش في الدار. المهم هاد الشيء هو انا اللي قلت نديرو على قبل باش الشمس ما تدخلش بزاف وما يبقاش عندي سميتو الصداع، و او ميم طون نحبس شي شويه، لان اصلا كما قلت لكم في البدايه ما هيصايبوش الشراجم، دابا هما مداعيين ما هيردوش هاد الشيء، سير على واحد العامين. المهم حنا هنشوفوا واش نديرو واش نبقاو. المهم هاد الساعه خاصنا بعدا كي نحبسوا هاد، لان الضوء دايما وسميتو ما نقدوش نتفرجوا في التلفازه. المهم هاد الشراجم هاد الريدوات زينين مزيانين، لان ديجا انا كنت خدمت بهم واحد المره في واحد الدار. المهم بدينا تركبو بدينا تنصايبو كما شفتو هذيك الشنيول، حطيت الكراسه باش نتعلقو هي هذيك، وباش نتقبو وباش نردو هاد البلاصه كلها سميتو هاد البلاصه راه ماشي هاد الجهه الحباب مع كونتر جوغ ما بانش مزيان. المهم انا تنحاول انني نبعد مزيان باش يبان لكم. والبنات راه كنت واحد المره كنتو قلتوا لي بارطاجي معانا لو موبل، هذاك الشيء اللي في الموبل هذا تاع الصالون، قالوا لي بارطاجي معانا ورينا الموال اللي عندك حتى شي نهار وندير لكم شي فيديو. المهم هاد لو موبل اللي عندي في الصالون راه عامر كله غير مواعن. المهم بالنسبه لي انا باقي ما ساليتش باش ندير لكم شي فيديو على هذوك المواعن. المهم راه سميتو دايره في بالي بانني ندير لكم واحد الدويره، ولكن رجع في الله هداو عليا، راه الدار وجري جري جري ما تنساليش نهائيا. الحباب هنايا شديت لكم مزيان على لو مود دومبلوا وعلى هذا الشيء المكتوب في بالنسبه للريدوات، ها هما سميتو الكاليتي تاعهم ايغالمون اوكولتون البنات والحباب هما سميتو هما الريدوات اللي ما تدخلوش الضوء، تو سكي اوكولتون راه دي غيدو ما تيدخلوش الاشعه تاع الشمس نهائيا ولا تيحبسو. لي غيدو تكنولوجيك او سيرفيس دو كونفور على ميزون، يعني هاد الريدوات مديرون على حساب باش تكون واحد لو كونفور في الدار. هاد المارك تاع مون دي غيام غيدو بري ابوزي يعني ساهلين، اوكولتون تيرميك وجيسكا ناقص 7
من الصوت، يعني الصداع، تيحبسوا الصداع وتحبسوا شحال من حاجه. تتلقاوهم في لوغوا ميغلان، تتلقاوهم بزاف لي ماغازان اللي تبيعوا هذا الشيء تاع المنتوجات تاع الدار. قبل ما ننسى الحباب، بالنسبه للتامينات، راه بالنسبه للتامينات في هذا الشيء اللي جرى لعدي للدار، راه تيطلبوا منك غير تصويره وهداك الشيء، يعني شي حاجه بسيطه، ولكن ما تيكون واحد المشكل كتير في الدار. راه تيجي واحد السيد اللي خدام مع لي زاسيغونس، هو اللي تيجي وتيدير تيدير ان بيلون، وتيشوف هو براسو وتياخد تصاور. اما بالنسبه من تكون غير جاج ولا تكون شي حاجه بحال هكذا، سي با تري غراف، ماشي شي حاجه كثيره. ولكن من تكون فيضان ولا انونداسيون في لابارتمون ولا في الدار، ولا تكون شي حاجه بلو غراف، تيجي هذاك واحد خينا خدام، ما عرفش نسات لي سميتو، هو اللي تيجي باش يشوف لي ديغا اللي كاينه في الدار. ها نتوما احنا ركبناهم الحباب، صراحة لله زوينين، والصراحة لله خدامين لينا مزيان. يعني حطيتهم دابا، يعني صورت هذه شي 6 ايام، وها هو بحال درت ليه المونتاج اليوم، و تيحبسوا الشمس مع الديمان، نقول تيحبسوا الصداع. راه فيهم تخوا ثلاثة، سميتو الدوبل تاعهم ثلاثة، يعني واحد سميتو تيسو فوق تيسو فوق تيسو. ها انتم غطاو مزيان ودرقوا الشمس، فوالا. يعني خاصنا نلقى الحل، خاصني قبل ما يبدا البرد خاصني نصايب هذاك الشرجم، الزاج تاع الشرجم خاصني نصايبو. انا حليت لكم دابا، فوالا. واش نقول لكم، فين ما مشيت كان صداع. وهاد القضيه تاع ان العماره تطلع دغيا وسميتو تطلع دغيا، تكون فيها غير المشاكل. المهم من جينا لهاد الدار وكاينين غير المشاكل وكاين غير الصداع. الحباب عيطت ليا، ما مشيتش للسبيطار، هي اللي عيطت عليا حيت خليت ليها لي ميساج وداك الشيء. فوالا عيطت عليا، قالت ليا المهم الفا بوكو ميو، ولا شويه، ولكن هيشدوها في السبيطار، هيشدوها هاد الليله ولا الغد، مع ديك ال 11 من هيدوز لو ميديسان هيدير لا تورني تاعو وتقد تخرج. المهم كيما شفتو قادينا بعدا كاين شراجم وصيبنا اليوم هذاك الشيء، صراحه لله. لو في ان انصالينا الشراجم بهالطريقه، الخميات قاديناهم، ديجا حسينا بان الشمس يعني حبسها هذاك سميتو، حبسها الريدو، حبس الشمس. فوالا الهضره تتراجل، مره تتراجل يا ربي، تخربق لي الهضره. المهم ريدوات حبسوا لينا الشمس وداك الشيء، لاسيغونس تاعي سميتو لاسيغونس تاعي هنمشي عندهم باش على قبل الشرجم اللي تهرس، ماشي اللي تهرس، اللي يتشق، باش ندي ليهم، مش غير نهضر انا وياهم، نهضر انا وياهم نورمالمون، انا اللي تنقلب على شكون اللي هيصايب ليا الشرجم، وهنصيفط لهم غير لا فاكتور، نصيفط لهم لا فاكتور هي هذيك مع التصويره. صورت الشرجم، بينت لهم بان الشرجم راه تهرس، هي هذيك. هنمشي عندهم باش نتفاهم انا وياهم، هي هذيك. المهم انا ما هنخلص حتى شي حاجه من جيبي على قبل الشرجم اللي تشق، فوالا، باش تعرفوا بان سميتو الشمس اش دارت. تخيلوا ان الشمس شقت الشرجم، ولا ما عرفت، والله ما عرفت نجيكم الصراحه، والله ما عرفت واش الشمس اللي شقت الشرجم، ولا من هزو الشراجم. لو في انه هزو الشرجم سميتو الحيط تزعزع وتشق الشرجم. المهم ما عرفنا حتى شي حاجه. اصلا قلت لكم في البدايه ان سميتو ان عندنا مشكل في هاد في العماره، في لا ريزيدونس عندنا مشكل على قبليت شحال من حاجه، اما خلاص لي هذاك الباركين كسوسول حتى هو حالته، اما من تصب الشتاء
تتصب الشتا خليها ريان، تولي عندنا ان غويسو في الباركين، تتولي واحد النافوره خارجه من واحد الحيط، تيلمون كاينين دي مال فاسون في العماره وكاينين مشاكل وما مبنياش على الصح. ودي غير 3 سنين اللي مبنيه، وفي واحد الحيط في الدخله تاع الباب والله العلي العظيم حتى هو لا تشق. الحيط تاع الباب، الحيط تاع سميتو، الحيط تاع هذاك سميتو، الحيط تشق من هنايا. واحد الجهه حتى هي في الشرجم الفوق، ما عرفتش واش بانت ليكم، حتى هي تشقات. المهم هندوش، هنجمع الشعر وهندوش وهندير واحد لاكريم على قبليت، على قبليت كانت ضربتني واحد الشنيوله باش سميتو ما تبقاش تحرقني، وصافي هادشي اللي كاين. المهم حتى الغدا ان شاء الله، وهنمشي للسبيطار نشوفها، اللي ما كانش خرجت همشي للسبيطار نشوفها. ايوا القضيه فيها المحاكم، والقضيه فيها شحال من حاجه، وقال ليك على 2 عامين وباش يلقاو مشكل على قباليت هذاك الشراجم. شكون اللي هيصايب هذاك الشراجم دابا؟ شكون اللي هيصايب هذاك الشراجم؟ شكون اللي هيخلص هذاك الشراجم دابا؟ لي زاسيغونس مع السانديك مع البروموتور هيبداو يتقاتلوا بيناتهم، حتى واحد ما هيبغي يخلص شي، هيروح لشي المشكل، شي هيقول ليه انت اللي ما بغيتي، انت اللي ما درتيش خدمتك. لو بروموتور هيروح على سميتو هذاك الشيف، الشيف تاع لوفر دوفر، هذاك اللي تيدير هو اللي تيجيغي لا كونستركسيون. المهم ميتر دوفر سميتو، ميتر لو ميتر دوفر هو اللي تيجيغي لا ستركتور وهادشي. المهم شي هيلوح لشي هاد المشكل. فوالا هادشي اللي كاين، غنمشي نتصنت العظامي. خليت لكم الصحة والراحة والعافية، ونتلاقاو ان شاء الله في اون نوفيل فيديو. ما تنساوش ليا لايك، ما تنساوش ليا التعاليق، وترحب بكل اقتراحات وبكل تساؤلات. مرحبا بكم عندي في انستغرام، ومرحبا والف مرحبا.